صباح هذا اليوم تداولت وسائل الإعلام الأخبار الواردة عن ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ منذ عدة أيام، وكان قد أشار في هذه التصريحات إلى أن العمليات القتالية تدور على مسافة 1500 كيلومتر من الحدود ونقاط التماس بين أوكرانيا وروسيا، لكن ربما هناك بعض اللغط في هذه التصريحات. قبل قليل أشار ميخائيل بودلياك في تغريدة جديدة له على منصة تويتر أن هذا الهجوم لن يكون له وقتا محددا أو مكانا محددا للبدء، ولن يحتاج إلى إشارة حمراء أو افتتاح رسمي. هذا ما كان قد أدلى به ميخائيل بودلياك قبل قليل، وأشار إلى أن عمليات القتال وعمليات استهداف القوات الروسية على عدة محاور على طول خط الجبهة التي تشتبك فيها القوات الأوكرانية مع القوات الروسية، على حد تعبيره هو تحديدا يعتبر عملية عسكرية مضادة. لكن في ذات السياق هناك تصريحات أخرى لرئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف، أشار قبل 24 ساعة من الآن أن العملية العسكرية المضادة سوف تبدأ قريبا، وأن أوكرانيا تمتلك ما يكفي من الأسلحة والذخيرة في مخازنها في تاريخ هذه اللحظة للبدء والقيام بالعملية العسكرية المضادة. هذا في نطاق التطورات بظل التصريحات، لكن حالة من التأهب الجوي وارتفاع حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية تصل إلى حدها الأعلى في ظل التحذيرات من وزارة الدفاع الأوكرانية المستمرة بأن روسيا تحتفظ بعدد من السفن الحربية القتالية، ومن إحدى هذه السفن أدميرال ماكاروف في البحر الأسود، تشير إلى أن إمكانية إطلاق ضربات صاروخية قد تكون متاحة في الفترات القريبة القادمة. هذا تمثل أيضا مساء هذا اليوم في ساعات متأخرة من الليل بالهجوم الكبير الذي شنته القوات الروسية تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية في وسط البلاد مثل مدينة خميلنسك بطائرات مسيرة قتالية انتحارية، حسب ما أشارت إليه الإدارة العسكرية هنا في العاصمة كييف على لسان سيرجي بيبكو. أشار إلى أن هذه الطائرات هي من نوع شاهد 136 وشاهد 131، استطاعت الدفاعات الأوكرانية بنجاح من التصدي لجميع هذه الطائرات وإسقاطها، وبلغ عدد هذه الطائرات 36 طائرة. هذه الطائرات حسب ما قال بيبكو أنها كانت تهدف إلى ضرب البنية العسكرية التحتية للقوات الأوكرانية في هذا المجال. واضح. الجبهة الشرقية أيضا تشتعل فيها المعارك، هناك 28 هجوم تصدت له القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة. طيب، هل من تصريحات من قبل القادة العسكريين أو الجيش الأوكراني ربما يربط بين الانتهاء بتدريبات F-16 وتسلم أيضا الطائرات F-16 وبدء هذه العملية المضادة؟ التصريحات التي تلقيناها من مكتب الرئيس الأوكراني كان قد أشار إليها أندري يرماك صباح هذا اليوم، أشار إلى أن هناك أسماء متوفرة لدينا بأسماء الطائرين الأوكرانيين الذين سوف يشاركون في هذه التدريبات، وكان قد أشار تحديدا إلى أن التدريبات الفعلية على هذه الطائرات سوف تبدأ بعد عدة أيام. جل هذه التدريبات التي تلقاها الطيارين الأوكرانيين هي كانت عبارة عن تدريبات نظرية، هي عبارة عن تدريبات على معدات تكنولوجية تحاكي هذه الطائرات. هذه التدريبات سوف تنطلق بعد عدة أيام، ولم يحدد موعدا أساسيا لبدء هذه التدريبات، لكن من المتوقع في خلال الخريف أو من خلال 5 إلى 6 شهور قد تنتهي هذه التدريبات وتبدأ أوكرانيا بتلقي مثل هذه الطائرات القتالية النوعية التي لطالما كييف كانت قد طالبت بها لسد الفجوة وسد السماء الأوكرانية ومنع هيمنة القوات الروسية في سماء أوكرانيا. كذلك هي أيضا كانت تطالب وحصلت على مطالبها من صواريخ بعيدة المدى التي زودتها بريطانيا بها، الصواريخ يطلق عليها ستورم شادو، تستطيع من استهداف أهداف عسكرية بعيدة المدى تبعد
أكثر من 200 كيلومتر.